السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا سمعنا على سورة وهو بيحول البرومت لفيديو. في حاجة اسمها اوبن سورة، وده مجاني واوبن سورس وسهل جدا في الاستخدام. برضو بتديله برومت يحوله لك لصورة زي كده. وتقدر ان انت لو انت مبرمج تحمل الكود وتقدر ان انت تعدل فيه، ولو انت مش مبرمج ممكن تسطبه عندك على الجهاز وتقدر ان انت تشتغل على الجهاز او السيرفر بتاعك، بحيث يكون ليك عدد لا نهائي من التجارب لانه على الجهاز بتاعك مش على سيرفر معين. وتقدر تحمل البرنامج بحيث تسطبه وتشتغل عليه بالحاجات اللي هو اتدرب عليها، قاعدة البيانات اللي اتدرب عليها، الجاليري ممكن تشوف حاجات كتير اتعملت من خلاله بالشكل دوت. طبعا في ناس كتير حملت الاوبن سورة وبتبدا انها تحط على السيرفرات بتاعتها، بحيث ان هتلاقي قريب جدا ناس كتير بدات تقدم الخدمه دي، تحويل التكست لفيديو. هو بياخد التكست ويحوله لصوره، وبعد كده بيحول الصوره يعمل فيها حركه بعد ما يدرس العناصر اللي موجودة جوه.